اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، واحنا محددين يوم الاثنين من كل اسبوع بنعمل الاكل بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال الاتصال على القناه الاولى، وكمان من خلال التواصل من السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. النهارده مع بعض مطلوب مننا نشوف تفاصيل عمل السينابون. عائله عشان تشتري حبايه سينابون او اثنين او ثلاثه بندفع مبلغ وقدره. حلو، تعالوا مع بعض بمقادير بسيطة جدا وسهلة متواجدة في أي بيت. هنعمل صينية سينابون كبيرة 20-30 واحدة، نعزم الحبايب ونعزم القرايب. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه تفاصيله من خلال الحلقة بتاعتنا ان شاء الله. معانا فراخ النهاردة مشوية، كله بيسأل ايه اللي هو التشيكن على جريل، يعني ايه فراخ مشوية على الجريل؟ ولو مش موجود جريل ما ناكلش فراخ. طاسة السمكة بتاعتها تكون قوية شوية، تقريبا 5 ملي علشان تبقى تدي درجة حرارة عالية جدا، تسخن وهنتبل الفراخ ونشويها مع بعض بتتبيلة بسيطة من المستردة أو حبوب الخردل، لأن أنا بحبه في تسوية الفراخ لأنه كمان بيحرق الدهون وبيساعد على التخلص من الكوليسترول. معانا الرز بلبن النهارده، كلنا لغايه دلوقتي معانا مشاكل مع شويه رز بلبن حلوين، دخل علينا الشهر الكريم، طبق سحور انا شخصيا بحبه بالمكسرات. الرز يا شيف مغازي معانا ما بيستويش جامد، الرز بتلاقيه حبه وحبه، الرز باللبن يطلع من الثلاجه مصيص مش زي بتاع المحلات اللي بره. انا هخليك تعمل الرز بلبن النهارده يبقى له قوام بره الثلاجه وجوه الثلاجه. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعت النهارده بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والاكلات اللي بتطلبوها احنا بنعملها يوم الاثنين من كل اسبوع. اوعوا تروحوا جايين، تابعوني بعد الفاصل. هنشوف مع بعض ازاي نعمل التشيكن على جريل او الفراخ المشويه على الجريل بتتعمل ازاي. الاسم سيبك منه، يخض لازم تكون عند الجريلا زي المحلات، مش لازم. تعالوا نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه الجريلا عندك بتسخن. احنا النهارده الحلقه بتاعتنا بنجاوب على الاسئله، يعني مش بنفرض عضلاتنا ونقول ان لا لا خالص، الموضوع انا ماشي خطوه خطوه مع حضراتكم علشان نشوف ازاي بنعمل الاكلات اللي بنسال عليها على السوشيال ميديا. المقادير على الشاشه، صدور فراخ زي الفل، وفلفله ملونه، بصله ناعمه، فص توم محترم، وعصير ليمون، ومستردة، وزيت وزبده. حلو الكلام. هناخد الصدر الفرخه ده كده زي الفل، واخد الموزه اللي هنا دي كده عايزها، واحط الصدر ده كده زي الفل، ونفس القصه هنا. ممكن تعملي بقى 5 6 صدور 8 حسب عدد افراد الاسره. الموزه دي نخليها كده، والصدر ده كده، ونيجي هنا كده بالراحه. دي طريقه. البعض بيقطعه شرايح ويشويه على الجريل، بس انا بعمله بشكل حلو كده علشان ايه؟ في اطفال حلوين لازم ان هم الشكل والمنظر يبهرهم، يشدهم على السفره، وانت دورك انك تخلي الطفل يحب ياكل من ايدك. ممكن الشكل مهم جدا، ويقول لك العين بتاكل، ده لازم، ولكن الطفل لازم في حاجات تشده على السفره ويسالك ايه ده يا مامي؟ تقول له والله تابعت الشيف المغازي على القناه الاولى عمل 1 2 3 4. انا هحط شويه توم هنا كده. التوم ده فريش طازه زي الفل. عينيا نعمل لك احلى اكلات شعبيه، بدايه من الكشري والطعميه والحواوشي والسجق والحاجات الحلوه. مستردة. تاني الخلطه دي عباره عن ايه يا شيف؟ احنا مع بعض كده. توم، مستردة، ركزي معايا، زيت زيتون، ملح، فلفل، زعتر، فلفله حلوه، واخد عصره ليمون احطها بس، واخد الفراخ بتاعتي الحلوه دي كده، شفت الجو ده كده؟ احط التتبيله دي جوه ايه؟ مكان التقطيعه اهي. مكان مقطعتي بالسكينه. نفس القصه هنا كده، اللهم صل على النبي. ممكن تعملك 20-30 صدر بقى، عندك عزومه خليه الطبق الرئيسي مع شويه شعريه متحمرين، شويه مكرونه سباكيتي مع صوص بولونيز،
شويه رز بالخلطه، الحاجات الحلوه دي مهمه جدا على فكره. نجود بقى شويه، معانا فلفل احمر، ناخد الفلفل الاحمر ده كده ونيجي هنا كده اهو. الحاجات دي حلوه قوي على فكره، بتشد الاطفال. والشكل كمان بيبقى حلو، يفتح النفس. ناخد الفلفل ده كده نحطه هنا كده اهو. والفرخه بنعمل لها جوانح كده، الصدر فرخه اهو بالشكل ده كده. وعندنا جريلا درجه حرارتها عاليه، بناخدها زي ما هي كده زي الفل. ونفس القصه ممكن نخلي دي بلون تاني، يعني ده اختياري، ممكن تعمليه ممكن ما تعملهوش، بس احنا اتفقنا مع بعض ان احنا ازاي نبهر ولادنا على السفره ونعمل لهم حاجات حلوه يحبوا ياكلوا في البيت، مش علشان ان احنا مش عايزين ندوهم مصروف او ما ياكلوش بره، لا، علشان اكل البيت مضمون، دول ولادك. نفس القصه بقى، شكلين مختلفين. حلو، مكان التحمير ده هنعمل شويه صوص حلوين زي الفل. معانا عود روزماري محترم كده ونحطه يشارك في الطعم. انا بحب دايما الفليفر بتاع الاعشاب، روزماري، زعتر، الحاجات دي حلوه بالشكل ده كده. نشيل دول كده. الموزه الحلوه دي بقى اللي انا اعملها لنفسي، انا اكلها باخدها زي ما هي كده اهي، شفتيها؟ الله، دي انا احب اكلها كرانش كريسبي، تبقى لطيفه قوي على فكره اهي. وشوينا فراخ وزي الفل على جريل. تمام، سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ممكن اعمل نفس الطريقه مع اللحمه؟ يعني هي مش مرغوبه مع اللحمه قوي، ممكن نعملها مع الستيك المشوي، بس الستيك المشوي له شكل متعودين ان احنا بناكله، بنشوفه في بعض المطاعم، فانا بقدر الامكان اكون حريص ان اعمل الاكل بالشكل اللي اولادنا معتادين يشوفوه دايما، علشان ما يستغربوش الحاجه في الاول، وبعد ما يستطعموا الحاجه ويعرفوا التركيبه بتاعتها نقدر ان احنا نجود في الموضوع. طيب، الفراخ بتستوي. على الفراخ بتاعتي ما تستوي بالشكل الحلو والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، الفراخ نقلبها عينيا. حبيب هارتي، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده زي الفل. ودي نفس القصه عينيا اهو. فراخ تاكلي صوابعك وراها. هنعمل لها دلوقتي الصوص بتاعنا مستردة، الروزماري عليها زي الفل بالشكل ده كده. في الطبق ده كمان عجينة البيتزا والمكرونه بالبشاميل والحاجات الحلوه. اسئله ما زلنا نسالها. نفس العجينه اللي كانت معايا دلوقتي ممكن تمشي عجينه بيتزا على فكره، نفس التركيبه. الفراخ بتاعتنا، الموزه الحلوه دي كده تتحط هنا جميله اهي. الفلفل المشوي ده كده بنحطه مع العود الروزماري الحلو ده كده، وخلي كل شيء على طبيعته. حلو، الفلفل ده حلو اه، شكله حلو. عندي بقى صلصه حلوه هحطها دلوقتي حالا كده، معانا الوقت، عايز اعمل شويه صوص حلوين. الفلفل الاصفر ده كمان برضو يتحط على الوش اه. دي طبعا تشيكن على جريل، المطلوب هنا ما يبقاش فيه صوصات كتيره، الصوص اللي احنا حابينه. بعض المطاعم بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتجيب الزبده دي وتلفها رولز في ورق زبده، وتحط معاها روزماري واعشاب، وتتحط في الثلاجه. شوينا فراخ حلوه زي دي كده، بناخد مكعب من الزبده المخلوطه بالروزماري والزعتر، وتتحط على الفراخ وهي مشويه، او حته الاستيك وهي مشويه. ممكن تحط روزماري، ممكن تحط زعتر حسب الرغبه. زبده تتحط عليها روزماري وزعتر، وتتحط في قلب الثلاجه كده. هنا صدور الفراخ والسينابون بتاعي. تعالوا كده بسرعه نعمل شويه صوص حلوين، احنا معانا وقت. اللي هي التتبيله بتاعت الفراخ اللي كانت معانا من شويه، بحط عليها شويه مستارده اهو. ممكن نقدم معاها بطاطس مقليه اهو. معايا معلقتين نشا محترمين زي الفل، باخدهم كده زي الفل اهو. دايما بتخلي النشا ده عندك كده اهو، يديني القوام. ده المطبخ، وانا بحب المطبخ الغربي. ليه؟ حاجاته كده لطيفه وبسيطه وما فيهاش كعبله كتير اه.
طلع الصوص بتاعي زي الفل، في الليمون، في المستردة، في الروزماري، في الزعتر، في الملح، خلي بالك في كنترول هنا. اقلب كده على النار ياخد غلوه، خلص الكلام زي ما هو كده. يلا على الفراخ بتاعتي اهو، الله، طعم المستردة هنا واضح. زي الفل. ممكن نقدم معاه بطاطس مقلية، ممكن حسب الرغبة. تعالوا مع بعض بقى، تعالوا مع بعض بقى نغرف الرز بلبن زي الفل. تمام، رز بلبن معانا جاهز، كلنا شطار في عمايل. حلقة النهاردة فيها شوية شغل، فيها شوية تفاصيل. أنا اختصرت طبعا الوقت في العجينة طلعت جاهزة، هكرر تاني العجينة اتعملت ازاي. 4 كوبايات من الدقيق، خدوا معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، بيضة أو بيضتين صغيرين زي الفل. وبنعجن العجينة يا إما بمية دافية يا إما بحليب دافي عشان العجينة تطلع معايا بسرعة. بسيبها مرحلة تخمير نص ساعة، بعد كده بفرتها وأشكلها زي ما أنا عايز. بواقي العجينة بتخليها على جنب، الحاجات دي مهمة جدا، وتقدري تفرديها مرة واتنين وتلاتة. التوبنج بتاعنا عملته كراميل، تقدر تعمليه عجينة السكر، تقدر تعمليه شوكولاتة، تقدر تعمليه كاكاو، تقدر تعمليه وايت صوص اللي هو الصوص الابيض بتاع الفانيليا اللي هو عبارة عن نشا وحليب وفانيليا بس حسب الرغبة. مكسراتك زي ما انت عايزة انت ودرج التلاجة اللي موجود عندك. تفاصيل صغيرة ولكن بتغنيك عنك انت تاكلي حاجات من بره كتير، وولادك ياكلوا من ايدك، لان احسن شيء في الدنيا كلها الام لما تشوف ابنها بياكل من ايديها ويستطعم الاكل ويقول لك تسلم ايدك يا مامي. رؤية فن ابداع، بنرضي كل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. بنحوش كل الاسئله وبنعمل عمليه فلتره ليها وبنجاوب عليها عملي يوم الاثنين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.